بسم الله. هقد احنا خلصنا هنا، بس في شغله عملتها انا، حطيت الاين ايتم سنتر للدب التوب. التوب هو 100 ابو الاتش 3 والاي، فاول شيء ما كانوش يقبال بعض عموديا، فبالشكل هذا شاف اكيد فعليا ما كانوش يقبال بعضهم، هاي ابوهم، فعشان اخليهم يقبال بعض عمودي فبعمل الاين ايتم سنتر عشان يجوا في عمودي يكون يقبال بعض، تمام؟ فصاروا يقبال بعض. طيب الان بدنا نعمل الريسبونسيف. الان تعال، كيف احنا قلنا بنعمل فحص العنصر صح؟ وبنيجي هنا بننزل هذه تحت، بننزل هذه تحت، باجي هنا بضغط كنترول صفر عشان اتاكد انه ايش؟ فيش زون، وباجي بصغر هنا هيك على الجوال، شايف كيف؟ هيك على الجوال بعرض. في عندي قاعده طلع عندك سكرول هنا افقيا، معناه انه عندك مشاكل في شغلك، ممنوع يظهر السكرول. طيب الان تعال نظبط من الديف الاول، لقيت في حل ان انا ممكن اظبطه وين؟ على الجوال، اخليهم عمودي تحت بعض صح؟ فانا ممكن اقول له على الجوال انه التوب هذا خلي الفليكس دايركشن تبعه كله اتجاه الفليكس عمودي، فبدل ما يجيبهم جنب بعض يخليهم تحت بعض. ايوه، فباجي تحت التوب بعمل اد ميديا، مش هيك علمتكم؟ وبعمل مينيمم ويث 320 بكسل على الجوال، اند ماكس ويث 777. ايش بده يصير هنا؟ ايش بدنا نعمل؟ بدي اخلي التوب هذا على شاشه الجوال اتجاه الفليكس تبع عمودي، فبقول له فليكس دايركشن كولوم، فبصير ولاده اللي هو الاتش 3 والاي تحت بعض بالشكل هذا، انا شايف انه 100%. ممكن اعمل جاب بينهم على الجوال، جاب مثلا 20 بكسل بالشكل هذا عشان يعمل مسافات بينهم صح؟ وممكن اصغر الاتش 3، وين الاتش 3 هي صح؟ باجي على الاتش 3 باجي بقول له على الجوال الاتش 3 خليه حجم الخط 28 27 بكسل، يبقى انا بعمل ميديا كبيره تحت كل سلكتور، واضح يا جاسر؟ هذه طريقتي. لا في شيء هي اد، علامه الاد ما تظبطش غير بالاد الميديا، هيك طريقتها في الكتابه، هيك من 320 ل 767، خلي لي حجم الفونت سايز تبعه 27 بكسل، فبتلاقيه على الجوال ايش ماله؟ على الجوال، قلت لما كبر على اكبر من الجوال بيرجع لوضعه الطبيعي وانا شايفه ممتاز، بدوش ولا حاجه. شايف كيف؟ هاي اصغر شاشه 28، الان ليش خرب هذا؟ من اللي تحت. فقلت مين ابوهم اللي تحت؟ اللي هو التوب البوتوم، مش البوتوم ابوهم الماخذ سيفلي فليكس؟ فباجي على شاشه الجوال برضو اصغر شاشه تحت البوتوم، وباجي بقول البوتوم هذا ماله؟ خلي لي برضه اتجاه الفليكس دايركشن كولوم، خليه عمودي، فيعمل لي الثلاث دفات جنب تحت بعض، بس ضل ايش؟ ان انا اعطيه عرض بدل ما 100% تقسيم ثلاثه بقول له 100% للبوكس الواحد، فباجي تحت البوكس نفس الكلام، باجي على مين؟ على البوكس الواحد، ايش بقول له؟ ويد 100%، فكيف هيصير 100% على الجوال؟ كبر شوي دقيقه بس، كبر شويه على الشاشه اللي بعديه خرب، اللي هو ايش مقاسه؟ من 7 6 8 ل 9 9 1، فممكن انا ادمج الاثنين مع بعض 9 9 1 9 9 1، يصير نفس التنسيق، انا هيك بدي نفس الخصائص على مين؟ على الشاشتين. قلت ارجع لوضعك الطبيعي 100%، قلت خلص الريسبونس مع الاوبجكت فيت حلت المشكله. وهذا باشمهندس بالنسبه للريسبونس اقول لك انا كل الطرق بتاعت الريسبونس، في ناس ايش بتسوي؟ بتشتغل زي بتحط كل ميديا كويري تحت السليكتور تبعها، هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بعد ما يخلصوا كل الشغل بيجي بيعمل في الاخر تحت ستارت ميديا كويري ان ميديا كويري، هذه الطريقه الثانيه. لا هي الميديا كويري، لا بس ممكن تخفف اكوادك مع احترافيتك انت. الشغله الثالثه ايش الاجانب بيعملوا مثلا؟ بيعملوا لي ملف سي اس اس تحت الستايل بسموه ريسبونسيف، وبحط كل الميديا كويري وين؟ جوا الملف اللي بدنا نعمله الجديد بسموه ريسبونسيف. لا مش كل افضل، كله صح، بس لازم الريسبونسيف يجي تحت مين؟ تحت الستايل عشان يكون اقوى منه، يعني الستايل قبل الاخير والريسبونسيف اخر، والميديا كويري اللي انت عملتها بتنقلها هنا، تنقلها في الريسبونسيف، وبتعمل اربع ميديا كوير بتحط الكلاسات كلها جوا بعض. هذه طريقه حلوه برضو انا احيانا بشتغل فيها.
بس هو اسهل لك بعد كل عصر. اول باول انا عاد من جديد صرت اشتغل على طاوله الاجانب، حلوه والله بتريح. بشتغل عليها والله كذا مره، بس برضه هذه انا مثلا احيانا بنسى وبطل الطريقه هذه بعتمدها. حلو؟ طيب هيك احنا صار ريسبونسيف على جميع الشاشات. انت لو مش عامل اوبجكت فيت تخرب معك، تحسها مبعوجه. وممكن هل قلت انا بيهمني بس 320 هاي شايف؟ ممكن البادنج اللي عملناه فوق وتحت ممكن تقلله على الجوال السكشن كله. ممكن لانه مش عامل ريسبونس. طيب احنا هيك خلصنا التطبيق العملي على الفليكس وتطبيق عملي على البوك شادو على كل اللي اخذناه في الايش؟ لا ضل بس عندي حاجه واحده اللي هي الهفر. تعمل الهفر بتقول تعال نعمل هفر، بتعمل هفر على مين انا؟ على البوكس. وين البوكس هاي؟ لا مش عامل لي هنا هفر. اذا كنت انت شغال هنا اذا كان عامله في البروتوتايب لما انت تيجي تشغله ممكن هنا بيكون احيانا عامله بس هو بيعملوش بيكونش موجود فيش هفر هنا فممكن يميز لك واحده هو يميز لك واحده ثابته بس الهفر دائما عزوب فباجي مثلا لما اعمل عليها هفر بقول له ترانسفورم مثلا سكيل مثلا 1.02 مع مثلا ترانسليت واي مثلا سالب 5 بكسل وتعال نعطي للبوكس الاصلي ترانزيشن ايش؟ يا رجل شرحنا ثاني شيء بعد البوردر ريدكس بس انت كنت غايب اعتقد يومك كنت غايب في اول محاضره او ثاني محاضره في السي اس اس 3 هاي بس هو غير اللينير انت بتنقي واحده من الخمسه او السبعه اللي انا شرحتها الافتراضي ايز انا مختار اللينير اللي هو الخط المستقيم يضرب بنفس السرعه لا يبقى ولا يصغر شرحته بالتفصيل لما شرحنا الكابك بيزير والستيب مالك وقعد ان نخبص فيه الحركات اوكي ايز ان ايز اوت ايز ان اوت في الفوتوشوب في البريمير والافتر افكت ما دول انا قلت لكم موجودين في المونتاج لو كيف يكون طبيعه الحركه هذا كله موجود في المونتاج هيك احنا خلصنا واضح نفس ما اشتغلت هذا حاولوا تشتغلوا باقي الموقع تدربوا فيه بالبيت يعني هذا استخدمها اوبجكت فيت طب هذه كيف ممكن اعملها؟ صلوا على النبي لا صلوا على النبي سهله سهله ركز معي اجيت احنا ممكن نعمل سكشن ماخذ بادنج من فوق ومن تحت وجواه دف في الكونتينر جوا دف في الكونتينر عندي شنطه دف وثلاث دفات حلو شنطه جوا الكونتينر ببدا اشتغل شغلي كونتينر بس عشان يضبط لي المحتوى بعمل هاب جديد شنطه جديده وبحط فيها ثلاث عشان تشتغل فليكس وبعطي هذا عرض 25% وهذا 50 وبعض الصوره عرض 100% وارتفاعها باخذه زي ما هو وبعطيها اوبجكت في الكفر ظبط لي اياه وانا بحط عنوان جوا الدب الاول عنوان وفقره عنوان وفقره تافه وعلى الريسبونسيف فليكس دايركشن كله خلصنا هذا نفس اللي اشتغلناه فوق نفس تبدا بس هذه بالفونت اوس وممكن تصدرها كايقونه يعني كايمج اس في جي هذه بصدرها كترا الاي وبعتبرها كاس في جي وبحفظها هاي اسمها لا اسمها بنكتب عشوائي لما تحفظ فانت ممكن تعمل مجلد اسمه ايكونز جوا الايمجز وتحط فيه كل الايقونات اللي مش موجوده في الفونت بوست يعني هذا الفورم كيف؟ بالفليكس برضه سهل كل شغل لا سكشن بادنج وتحت وفوق وباقي جراوند كلر ودف في الكونتينر جوا الكونتينر بحط اب جوا الاب دفين دف على اليمين ودف على اليسار هذا 50% 50% وبعمل جاب بينهم مثلا او بعمل سبيس بتوين وبريح راسي تمام بخلي مثلا هذا 40 وهذا 50 حسب بالعين تنعمل وبعمل هذا تكس الان رايت وهذا تكس الان رايت وبعمل هذا وبعمل مارجن بينهم وهذا بعمل فورم جوا الفورم دف دفين لقيت عندي دف ودف جوا دفين ودف هذا لقيت طبعا بستخدم الفليكس رابر بالك ايش ممكن تعمل؟
ممكن تعمل ديف كبير جواه 1 2 3 4 4 دفات وتدي فليكس راب. هذا الديف عرضه 100%، هذا العرض 50% وهذا 100%، بتعمل جاب لانه المسافه هذه نفس المسافه هذه، فبعمل جاب بينهم بظبط عمود وافقي. يعني الشرط احطهم في شنطه واحده هذول، ما زبطتش معك حطهم في شنطه واحده، ما دام انت عامل فليكس راب تظبط معك. وبوردر ريدس وبليس اوردر، كيف بتجيب هذه في النص بصوره بتعمل ديف، بتعمل بحرك الريلاتيف وابسليوت وبحطها جوا. وهذا الفوتر سبمت تكس لاين ليفت وخلاص، بحطه جوا ديف وبدل الديف تكس لاين تكس لاين ليفت خلصنا، او فلوت ليفت يسي. هي استخدمنا الفلوت مثلا، بس فلوت بالدوبلير وقصص وهبل، بعمل تكس لاين ليفت بحط السبمت البوتون جوا ديف جوا شنطه وبدي الشنطه تكس لاين ليفت وريح راسك بيجي، وبعطيه عرض وارتفاع وبوردر ريدياس وبدي لاين هايت نفس الارتفاع وخلصنا. فتافه الموقع هذا، مش عارف ليش متصعبين منه. هذا لسه ما خدناهوش، هذا ممكن تتصعبوا منه بس. سيبوكم منه، اعتبروه مش موجود، هذا هنشتغله بكذا طريقه. انا لسه مكررها هنا؟ لازم، اذا في كمان هنا بس انت ليش ما عملناش فليكس راب؟ هنا بقول لك احدث الدورات، هو دائما بيجيب لي اخر احدث ثلاث دورات. فبدك تعرضهم كلهم، تضغط على عرض المزيد بتضيك على صفحه الدورات كلها. هو دائما بيجيب لك ثلاثه بس، مستحيل يجيب لك كمان ثلاثه. بتستغني عن فكره الفليكس دايركشن كولوم؟ طب هتضطر تدي عرض برضه، هي هي. يعني انت ثبتت العرض 35% 33%، طب على الجوال هي تقريبا هي بس وفرت خاصيه واحده للفليكس دايركشن. بس الفليكس دايركشن بيلزمك في كذا شغله، فعشان كده انا بعتمدها في الشغل. لكن كل الطرق تؤدي لروما، اذا انت عندك طريقه مرتاح انت عليها اشتغل عليها، مش مشكله. واضح؟ فانت ايش بتشوفه مناسب؟ ما تشوفش الناس وتقلدهم، انت اعمل بريحك. مش شفت الزيرو بيعمل كذا بعمل زيه، شوف مثلا الشاب بيعمل، لا بعمل اللي في راسي. واضح يا صاحبي؟ اللي انت شايفه سهل الك اشتغله. بتصير تشتغل وانت مغمض، من لا بيهمني طريقه فلان ولا بيهمني طريقه علان. افترض هذا اساسا. ايوه. يجي في النص زي حقيقي اللي صمم. طيب في اي سؤال؟ واضح؟ ايه؟ هاي تيجي تعمل فحص العنصر وتضغط على العلامة هذه، بضغط عليها بعرض للجوال. هذه انت كنت غايب اظن لما شرحنا الميديا كوير. طب هيو بتصير عندك اربع شاشات، عشان من 320 ل 767 شاشات الجوال، من 768 ل 991 شاشات الاكبر، من 991 ل 1199 شاشات اكبر. بالكود هيو تحت بعض. اجيت مثلا انا بدي البوتوم هذا على شاشه الجوال وشاشه اللي بعد الجوال اللي هي الاكس اس والاس ام، اللي هو من 320 ل 767 ومن 768 ل 991. انا دمجتهم في خاصيه واحده من 320 ل 991، دمجت الشاشتين مع بعض. الاكس اس والاس ام ايش بدك تسوي؟ هو دائما هذه ثابته وهذا كله ثابت بس بتغير الرقم. هذا كله ثابت وبحط جواه الخصائص الكلاسات اللي بدي اعدل عليها على الجوال، فبقول له على الجوال خلي الفليكس عمودي تحت بعض وهكذا. الخاصيه هذه فانت لازم تكون مراجع، ما ينفعش تشتغل ليك وانت مش مراجع، فلازم تراجع السي اس اس 3 كلها عشان كله بيعتمد على بعض. واضح الكلام؟ نشرح اخر شغله كيف نتعامل مع الخطوط، والمحاضره الجايه بنشرح الانيميشن وبنخلص السي اس اس 3 وبنبدا نشتغل عملي في الموقع تبعنا وبنشرح الساس. اذا ضل معنا وقت بنشرح الموقع، ما ضلش معنا وقت المحاضره اللي بعديها. واضح؟ فاحنا لازم ننجز.
طيب الوضع سهل جدا، خلينا اول شيء نمسح خطوط جوجل اللي احنا اخذناهم اللي هو ايش اسمه؟ كايرو. وبمسح هذا. حقيقة الموقع مش ماخذ خط. بيخزي صح؟ حقيقة احنا الخط الطريقة الثالثة، احنا ايش قلنا؟ بنحط الخطوط تبعتنا في مجلد الفونت. الخط مين ببعث لي اياه؟ الزبون. لقيت هذا الخط اللي قبل شوي كان اسمه دي اي ان. الدي اي ان هذا هو ببعث لي اياه ملف مضغوط وانا بطمنه. حقيقة لما الزبون يبعث لي الخط ايش ماله؟ لما بعت الزبون الخط ايش ببعت لي اياه؟ ببعت لي اياه الخط الواحد، مثلا في عندي خط اسمه سي مثلا، الخط هذا ببعت لي منه ثلاث انواع، نفس الخط ثلاث انواع، واحد منه رفيع ثلاث اوزان، واحد لايت وواحد ريجولار وواحد ميديوم او فولت. الميديوم هذا هو نفس الفولت. ثلاث بيجيك ست اوزان، سبعه ثمانيه تسعه، اشهر ثلاثه هذول اللايت والريجولار والميديوم البولت. فهو بعت لك مثلا خط اسمه سي، فبعت لك واحد رفيع واحد سميك وواحد بولت او ميديوم. فجيت انت بكون امتداد الخط دوت تي تي اف دوت دبليو او اف اف دوت اس في جي، في عندك مليون امتداد، اشهر واحد تي تي اف. حكيت انا الزبون ما بعتليش خط، انا بدي اروح احمل خط تحميل، فبدي احمل نفس خط كايرو اللي انا كنت مستخدمه او خط ثاني. بدي اجي على جوجل فونت، لا بدي احمل خط ثاني جوجل فونتس بالشكل هذا وبحمل منه تحميل. حكيت مثلا بدك كايرو، هذا مثلا خط حلو روبوتو والله حلو، فانا مثلا بدي ابحث عن كايرو مثلا، هي مثلا ده هي الكايرو، في عندك كايرو ملون، تعال ناخذ الكايرو الملون مثلا، يلا نختار كايرو هذا الخط، عجبني الخط هذا ايش بعمل؟ اجيب عشان النت قوي جدا بقوى النت. سامع حملت شرحتها ده، بعد اشرح لك اياه تاني. لا بس قصه قديمه، مش قصدك كيف احمل المكتب واضمنها؟ طب وخلص اشتغل. في السي اس اس 3 لما عملنا تطبيق العملي تبع السوشيال ميديا شفته؟ المحاضره اللي قبليها. جرب شوف ما زبطش، بشرح لك اياها. كل شيء عاد جاهز بدك؟ لا ما ايش يا عبد؟ جاوب يا الله. جاوب يا الله. طب جاوب اي فيديو. جاوب. طب ابحث دور له. يا عمي خلينا نخلص بس النقطة هذه، هي أنا خط خط. لا يا راجل. الايقونات فيسبوك وتويتر وانستغرام الفولت اوسم الموقع الاخضر اللي حملنا منه في الثانية او الثالثة في الرينج هذا، ابحث له ودي اسم الفيديو عند سيبك انا ما بخدمش الناس، هاي ابحث له ادور له اكسب اجر يا خليه يدي لك دعوة خير. هاي ضغطت على كايرو خط حطيت هذا صح؟ هديت انا بنزل هاي بتلاقي اي على ترملت، بدنا نخلص اهدى، بدي اعمل داونلود ايش؟ بلا بعمل داونلود فاميلي بتحمل عندي الخط. لا اخذنا طريقه جوجل ان انا اختار ويجيني هنا واعمل تضمين، انا بديش اعمل تضمين يا حبيبي، بدي احمله. بدي انزل بنزين بدي اشتغل بدون نت. ايوه ونحطه في الفونتس. هيطول النت قوي جدا دير بالك، هي محمد. لا مش عارف على اي شبكه. بس وين بتشوف لنا النت بصة؟ النت ضعيف. على فكرة احنا بنسجل الشكل. هاي محمد تعال نكمل. ركزوا معي، هاي محمد هاي نسخ وبحطه على سطح المكتب عشان اشوف. خلاص تمام يا هندسه. حمل حمل مش مشكله.
وين الملف؟ يا عمي بتغير الخلفية يا راجل. انت وش تخبص تكفر حرام يا زلمة. وين الخلفية أنا؟ هاي لا 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 ارجع ارجع. يا راجل هذي احسن اريح يا راجل. يا عم انت في الضرب تحط اللي بدك اياه بس انا وين ال الله هاي هاي وين مشروعنا؟ هاي دائما خلي شغلنا على الشمال وانت مليون شغله بطلع سطح المكتب. مش فاهم انا. هاي هاي اللي انا حملته بدي افك الضغط. يا عم حط لي شيء هنا عشان ما ضل شيء يجي. ايوه خلصنا هاي كايرو بليد اجيت هذا بمسح خلص تمام. اجيت هذا بفتح بالشكل هذا بفتح الاستاتيك هاي الخطوط دوت تي تي اف لقيتها بقول لك في عندي بلاك في عندي بولد في عندي اكسترا بولد في عندي اكسترا لايت سبعه او ثمان احجام منه فانا باخذ اللايت والبولد او الميديوم والريجولر هاي الثلاثه هذول الميديوم هو البولد فبنسخ اللايت والميديوم وايش؟ والريجولر المنتظم نسخ وبحطهم وين؟ في مجلد الفونتس جنب خطوة جنب الفونت اوسم بفتحهم اجاك تنزلهم على الويندوز نزلهم هاي تنزلهم على الويندوز بضغط عليه تثبيت نزل على الويندوز خلص نزل الثاني على الويندوز نزله بديش انا بعلمك كيف تنزل خط على جوجل على الويندوز عندك تعرف تنزل؟ اوكي هاي الثلاثه هذول موجودين في مشروعي صح؟ حلو طبعا انت بتقدر تتحكم في اسمائهم زي ما بدك فتعال اول شيء كيف نستدعي الخطوط من مجلد الفونت في عندي حاجه اسمها اد فونت فيس اد هيها اول واحده انتر بيطلع لك كل خط بعمل له زي كذا يعني لقيت انا عندي خط واحد عنده ثلاث خطوط ثلاث ايش؟ ثلاث انواع منه صح؟ ثلاث اوزان فكل وزن له واحده زي هذه اجيت انا بروح امنح الاسم بمنح الخط اسم ايش بدك تسميه اول شيء بدك تستدعي الخط هنا بتحط مسار الخط طبعا في السي اس اس لازم نعمل نقطتين سلاش فونتس وبدك تستدعي اللايت فباجي بقول له هنا ايش بقول له مثلا اف لايت مثلا انت حر تسمي الاسم بدك اياه هذا لللايت بعمل كمان واحد لمين بستدعي مثلا البول هاي الميديا بسميه مثلا اف بولد بستدعي الثالث مين؟ الريجولر اللي هو اكثر واحد مشهور اللي هو كل الموقع كله هاي الريجولر وبسميه اف ايش؟ ريجولر اف ريج وخلص هاجيت الفونت فاميلي هذه بعطيها لمين؟ للبادي للموقع كله اللي هو المنتظر فباجي بقول له البادي جروبنج مع الاتش ام ال الاثنين مع بعض اعطيهم مين؟ فونت فاميلياري بتيجي تعمل ريفرش هتلاقي الخط اجى وهي ملون على كيفك يا حبيبي لا هذا الخضر من الخط نفسه والله لذيذ والله لذيذ يمكن استخدمه في موقعي كيف؟ لا بدك نت ولا بدك يحزنون هذه الطريقه افضل طريقه فهذا من هنا وطالع هيكون ايش؟ هيكون هذا الطريقه اللي هتعتمدها من هنا وطالع في الجلوبال لا لا فوق في الكومنت الجلوبال لانه عم كل الموقع اجيت اذا عندك فقره عنوان مثلا سنيك باخذ الفونت بولد اجيت مش احنا اظن عملنا واحد بولد فونت ويت بولد صح؟ اجيت الاتش 3 ممنوع تحولها بولد يا حبيبي بتديها الفونت فاميلي بولد البولد الاصلي فاخذ البولد الاصلي بدون ممنوع تحول ليش؟ لانه بقول لك لما تيجي تحول الخط فونت ويت بولد في بعض الخطوط الحواف تبعتها بتتكسر بتبكسل لما تعمل زوم زي هيك لكن لما تاخذ البولد الاصلي ولا بكسل بصير فيكتور يا حبيبي فالبولد فونت ويت بولد مش غنيمه يعني ما تفكرش انها غنيمه يا غنيمه حقيقي في اي سؤال؟ يلا روح